بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تقدير واحترام لكل الإخوة المتابعين على القناة. هذه الفقرة إن شاء الله سنستأنف مع اللغة الفرنسية، لكن هذه المرة مع مجال جديد يتعلق الأمر بمجال المعلومات. إذا طبعا الحال كما نعرف أن المعلومات أصبح جزءا كبيرا من حياتنا، كما أن هناك اقتصاديات وشركات كبرى أصبحت تعتمد على هذا المجال. وفي مجال تعلم اللغة الفرنسية لابد لنا من معرفة بعض المصطلحات وبعض العبارات، ولماذا لا بعض الأفكار. إذن من خلال هذه الفقرة ومن فقرات أخرى سنتعلم عبارات وكلمات ونكتشف بعض المفاهيم المتعلقة بهذا المجال. في هذه الفقرة الأولى سنحاول أن نعرف أولا مسار المعلومات، الأجهزة التي عندنا اليوم. هناك أشخاص يمتلكون حواسيب وطابليتات وهواتف ذكية، إذن هناك أجهزة أصبحت تؤدي خدمات دقيقة ومعقدة. إذن سنستعرض مسار هذه الأجهزة التي وصلتنا اليوم بهذا الشكل لنعرف كيف كانت بدايتها، ولكن من خلال بعض الصور. إذن top 20 photos qui prouvent que l'informatique a un peu évolué. Top 20 photos يعني كما لو نقول أحسن 20 صورة qui prouve التي تثبت وتبرهن. طبعا الحال لغة prouve هي برهنة وأثبت que l'informatique بأن المعلومات a un peu évolué بأن قليلا ما تطورت. إذن عندنا a évolué. L'informatique a évolué يعني أن المعلومات تطورت. عندنا لو فيرب ايفولي كاين في لو باسي كومبوزي يعني أنه مصرف في الماضي. إذا عندنا هنا ان بو ايفولي. إذا طبعا الحال هاد ان بو هي تصف لنا هاد التطور بأنه تم بشكل قليل. هو في الحقيقة المستوى الذي وصلته المعلومات اليوم هو مستوى كبير وجد متطور. في الحقيقة ان بو هي شيئا ما كما لو نقول تواضعا، يعني تواضعا إن صح التعبير أنه استعمل الكاتب هاد أمبو يعني قليلا. في الحقيقة المعلومات أنها تطورت بشكل كبير بالمقارنة مع ما مضى، لكن طبعا الحال أمبو ربما أنه في السنوات القادمة، فربما هذا التطور الحاصل الآن يصبح في السنوات القادمة مجرد نقطة ماء في بحر، ربما يصبح نقطة في بحر. إذن ممكن أن هذه المعلومات تتطور بشكل غير مسبوق ولا يخطر على بال. إذن ممكن أن هذا التطور الكبير الذي نعرفه اليوم في هذا المجال ممكن أنه يصبح شيئا قليلا في تطور أكبر قد يقع ويحصل في السنوات القادمة. إذن top 20 photo، كلمة top تعني إشارة من الإشارات يعطيها الإنسان طبعا الحال لبداية عمل، للبداية في عمل أو من أجل توقيف أو من أجل الإعلان عن نهاية عمل، من أجل بداية عملية معينة، من أجل بداية عمل ما، من أجل بداية تسجيل ما مثلا، ثم أن ممكن تعطى من أجل إيقاف هذا التسجيل أو هذه العملية. إذن نقول طب طبعا الحال هنا تستعمل كما نقول أقصى 20 صورة كي بروف التي تثبت que l'informatique بأن المعلومات un peu évolué بأن تطورت شيئا ما. إذن بمعنى آخر سنرى 20 صورة تؤرخ لهذا المسار منذ بدايته. إذن أول هذه الصور طبعا الحال معبرة عن هذا المسار هو أننا اليوم أصبحنا نفضل الفأرة التي نتحكم من خلالها باليد في الحاسوب. إذن on préfère désormais la souris à la manivelle. On préfère يعني أننا نفضل، المقصود أن الناس أصبحت تفضل. إذن عندنا on préfère le verbe préféré. Le verbe préféré يعني فعل فضل. Désormais يعني من الآن فصاعدا. هذه الكلمة بوحدها تتعني من الآن فصاعدا، ممكن نعوضها بكلمة dorénavant أو bien à partir de ce moment يعني انطلاقا من هذه اللحظة. On préfère désormais la souris à la manivelle يعني أننا من الآن فصاعدا أصبحنا نفضل طبعا الحال الفأرة التي من خلالها نتحكم في الحاسوب بواسطة اليد، كما نرى هنا عندنا لا سوري يعني الفأرة.
التي أصبحنا نفضلها على ماذا؟ على المانيفال. على المانيفال. طبعا الحال كلمة مانيفال كما تلاحظوا فيها كلمة ما. ما يعني اليد. إذن أصبحنا نفضلها على أداة كانت تستعمل قديما وكانت تدار باليد. إذن كما نرى في الصورة عندنا المانيفال. إذن هاد المانيفال التي نرى هنا كانت قديما تحل محل هاد لاسوغي التي أصبح الإنسان يفضله على هاد المانيفال. إذن قبل أن يتوصل الإنسان إلى اختراع الفأرة. إذن on préfère désormais la souris à la manivelle. في أسفل هاد العبارة عندنا bar à tribord cap sur internet. إذن كما لو نقول سطر إلى اليمين أو اذهب إلى اليمين cap sur internet يعني توجه إلى الانترنت، توجه إلى الشبكة العنكبوتية. إذن طبعا الحل لو بقيت هاد المانيفال إلى حدود الساعة لأصبح الإنسان لكي يختار مثلا شيئا ما على الحاسوب لابد أن يكون هناك شخصان، شخص يدير هاد المانيفال وشخص طبعا الحل يوجهه يقول له مثلا باغ اتخيبور كاب سور انترنت. تخيبور تتعني الجانب الأيمن من السفينة، وممكن أنه يعني هنا الجانب الأيمن من الحاسوب. إذن كما لو نقول شطب إلى اليمين إن صح التعبير أو سطر على اليمين كاب سور انترنت، توجه إلى الانترنت. ثم أنه بعد ذلك كانت محاولة تصغير الحاسوب on essaie de faire un peu de place sur les bureaux. إذن on essaie c'est le verbe essayer يعني حاول on essaie يعني أن الناس حاولت، الخبراء حاولوا de faire un peu ليجعلوا قليلا de place من المكان sur les bureaux يعني على المكاتب. إذن كما رأينا في المسابق الحاسوب كان كبيرا ويحتل مكانا كبيرا، بعد ذلك أنه تم تصغيره حتى يترك حيزا فارغا فوق المكتب. على الصورة كما نرى الحاسوب يحتل تقريبا كل المكتب. إذن الأشخاص المسؤولون، إذن الخبراء طبعا الحال والصناع يعني حاولوا تصغير هذا الحاسوب ليحتل جزءا قليلا من المكتب وليترك فراغا. إذن on essaie de faire un peu de place sur les bureaux يعني أنهم حاولوا ترك بعض الفراغ فوق المكتب حتى يضعوا عليه شيئا مثلا. ولكن كما نرى في العبارة الموالية ne serait-ce que pour poser un café يعني أنه لن يكون إلا لوضع قهوة، يعني أن هذا الحيز المتبقى الذي حاولوا تركه طبعا الحال فوق المكتب هو لا يصلح في الحقيقة إلا لوضع يعني كأس قهوة. إذن نسوغاس عندنا لو فيغ اتخنا كاين في لو كونديسيونيل بريزون. طبعا الحال لو كونديسيونيل بريزون كما قلنا فيما سبق أنه في الغالب تستعمل للاحترام. إذن نسوغاس كو بور بوزي ان كافي يعني أن هذا الحيز المتبقى الذي استطاعوا تركه بعد تصغير الحاسوب هو في الحقيقة لن يصلح إلا لوضع قهوة. أيضا on ne sauvegarde plus sur bande magnétique يعني أننا لا نحفظ معطياتنا وملفاتنا على أشرطة مغناطيسية، يعني أنه في القديم كانت تحفظ المعطيات ملفات إلى آخره والمكتوبات كانت تحفظ على أشرطة مغناطيسية كما نرى on ne sauvegarde plus sur bande magnétique pourtant bien plus sûr que le cloud. رغم ذلك رغم أن كانت يعني صعبة في حجم كبير كما نرى على الصورة إلى أن كانت أكثر ضمانا من الكلود. هذه كلمة إنجليزية بطبيعة الحال تعني لونياج تعني السحابة. طبعا في القديم عندما كان الأشخاص يريدون أن يبحثوا عن معلومة ما طبعا الحال فهم يبحثون عنها في هذه الأشرطة المعروفة التي يرونها ويعرفون مصدرها. أما اليوم فالإنسان طبعا الحال بحكم الشبكة العنكبوتية الإنسان عندما يريد الدخول للبحث عن معلومة فتأتيه على الحاسوب فهو في الحقيقة لا يعرف مصدرها وكأنها تأتيه من مكان مبهم. إذن طبعا الحال كل شخص فينا أكيد أنه يتلقى معلومات معينة من مكان معين ولكن هو في الحقيقة لا يعرف مصدر هذا المكان، فقط هذه الشبكة تقوده لهذه المعلومة المبحوث عنها.
إذن هذا المجال غير معروف، إذن هذا المجال الذي تأتينا منه المعلومة أعطي تصورا كما لو أنه مثل السحاب، كما نرى هنا Cloud Computing. Cloud Computing يعني كما لو نتكلم عن سحابة متعلقة باستعمال الحواسيب. إذن Cloud Computing، إذن كأن هذه السحابة تأتينا منها هذه المعلومات التي نبحث عنها. وفي الحقيقة هي ليست سحابة فقط، أننا صورنا سحابة لأننا لا نعرف المعلومات التي تأتينا من أين. في الحقيقة هذه المعلومات التي نبحث عنها هي تأتينا من أجهزة مختلفة فقط لأننا لا نعرف يعني مصدر هذه الأجهزة وفي أي مكان هي. إذن وكأننا نتصور بأن هذه الأجهزة هي داخل سحابة، إذن نسميها لونياج أو بيان لو كلاود. إذن كما رأينا فيما سبق بأن الأشرطة رغم كبارها وحجمها فهي أكثر أمانا من هذه المعلومات التي تأتينا اليوم، والتي قد تتسرب معها بعض الفيروسات التي لا نعرف مصدرها، وممكن تقع اختراقات إلى آخره. المعلومة اليوم هي أوسع وأشمل وأكبر ولكن فيها مخاطر. إذن les unités centrales n'ont plus la taille d'un petit bus. إذن les unités centrales، الوحدات المركزية، طبعا الحال الوحدات المركزية هو المكون الكبير من الحاسوب، إذن هذا الجزء الأكبر المتضمن للمكونات الأساسية للحاسوب، هذا الجزء يسمى l'unité centrale. إذن les unités centrales n'ont plus la taille d'un petit bus. إذن هذه الوحدات المركزية للحاسوب هي لم تعد بحجم الحافلة الصغيرة، non plus la taille d'un petit bus، يعني أنها لم تعد بحجم أو لم تعد بكبر الحافلة الصغيرة. الوحدات المركزية للحواسيب قديما كانت بالحجم الذي نرى على الصورة، وفي حالات أخرى كما رأينا في الصور السابقة يعني كانت أكبر. إذن هذه الزونيتي سونترال أنها لم تعد بالحجم الكبير الذي كانت عليه. إذن كما نلاحظ أسفل العبارة mais au sont encore cachés les enfants، mais au sont encore cachés les enfants، ولكن أين لا زال يختبئ الأطفال، ولكن أين لا زال يختبئ الأطفال. طبعا الحال هذا كان يقع قديما، ممكن أن الأطفال يختبئون وراء هذه الوحدة المركزية، إذن فلا يراهم أحد. إذن طبعا الحال هذه الوحدة المركزية كانت بهذا الحجم بحيث أن الأطفال كانوا يستطيعون الاختباء وراءها. Mais où sont encore cachés les enfants، ولكن أين لا زال يختبئ الأطفال. أيضا le format A4 a remplacé le ruban pour illisible. يعني طبعا الحال كما نعرف اليوم A4 تطلق على نوعية من الورق بمقاسات معينة. إذا طبعا الحال هذا الورق اليوم أصبح يعوض le ruban pour illisible. إذن كما نرى في الصورة هذه أكات، وهذه الأبعاد الخاصة بهذا الورق. إذن طبعا الحال هذا الورق الذي عندنا اليوم هو عوض هذا الشريط الذي نرى في الصورة هنا، عوض هذا الشريط لوغي بون بوغي إليزيبل، يعني كما لو نتكلم عن شريط متسخ وغير مقروء. إذن طبعا الحال أشخاص قديما كانوا يجدون صعوبة في قراءة هذا الشريط، على عكس اليوم أصبحت عندنا أوراق بالحجم المعروف، يعني أنه سهل القراءة. إذن كما نرى في أسفل العبارة عندنا 100 ثم 101 30 10 10، إذن عندنا هذا الرقم. ثم يقول القارئ كاسكو سيكسو ميردي، كاسكو سيكسو ميردي، ما هذا القرف، يعني بحيث نقوله إحنا بالدارجة أشنو هذا الزعاف أو شي حاجة تطلع الدم. إذن كاسكو سيكسو ميردي، إذا بطبيعة الحال الشخص الذي يقرأ هذه الأرقام بطبيعة الحال سيجد صعوبة في قراءتها على عكس اليوم. ثم لي بزوان، يعني لم يعد في حاجة، المقصود بأن الناس نون بلي بزوان، لي جون نون بلي بزوان. إذا عندنا هنا جملة مختصرة بلي بزوان، يعني أن الناس لم تعد في حاجة دو لوي أن ستوديو، لكي تكتري مكانا أن ستوديو، يعني مكان يسمى استوديو، جوست بور سون اورديناتور، فقط من اجل حاسوبها. اذا الناس لم تعد تكتري مكانا من اجل ان تضع فيه الحاسوب. في اسفل العباره
dans la notice, ils disent débrancher puis rebrancher système. Débrancher puis rebrancher système. Je passe dans quelques heures. Dans la notice, يعني في الإعلان, ils disent, يعني هم قالوا, débrancher puis rebrancher le système. في الإعلان هم قالوا, افصل الجهاز ثم أوصله. تماما كما هو حالنا اليوم. أحيانا نطفئ الجهاز ثم نشعله لكي يعمل بشكل جيد. إذا طبعا الحال في القديم كان إطفاء الجهاز وإشعاله يستغرق وقتا كبيرا. هنا شخص تظهر له علامة افصلي النظام ثم أوصله. إذا هنا شخص تظهر له هذه العلامة افصل النظام ثم أوصله. إذا طبعا الحال هذا الأمر سيستغرق الكثير من الوقت. إذا dans la notice ils disent débrancher puis rebrancher le système. Je passe dans quelques heures. يعني أنا سأعود هنا بعد عدة ساعات حتى يعمل الجهاز. إذا طبعا الحال هذا الأمر كان يستغرق وقتا كبيرا. ثم plus besoin d'être six. لن تحتاجوا لتكونوا ستة. Pour porter une carte mère. لكي تحملوا la carte mère من أجل حمل اللوحة الأم. طبعا الحال اللوحة الأم هي تلك اللوحة التي تلصق عليها كل المكونات الأساسية للحاسوب وتكون داخل الوحدة المركزية. تكون داخل لونيتي سونترال. كما نرى في أسفل العبارة مونيك نغجوة, يعني أن مونيك ستتصل بنا أو ستلحق بنا. مونيك نغجوة ال أبورت, يعني هي تحمل لديسكت دي بيلوت, يعني أنها تحمل لديسكت, يعني أنها تحمل الأقراص دي بيلوت, يعني أنها تحمل أقراص أنظمة تشغيل المكونات الحاسوب. البرامج التي تجعل مكونات الحاسوب يعمل, تجعل الحاسوب يتعرف عليها, إذن هذه الأنظمة تسمى بيلوت. إذن كما نرى بأن الأقراص وحدها المتعلقة بأنظمة تشغيل مكونات الجهاز وحدها تحتاج لشخص لحملها. أيضا قلنا إيغاي كيلكو بو لي بوست دو ترافاي. طبعا الحال إيغاي يعني أنك تنظف وتجمل وتزين. إذن قلنا إيغاي كيلكو بو يعني أننا زينا بعض الشيء لي بوست دو ترافاي, يعني مراكز العمل, يعني أننا نظفنا بعض الشيء مراكز العمل. إذن كما نرى الحجم الكبير لهذه الأجهزة, ثم يقول قائل نحن زينا بعض الشيء مراكز العمل. ثم ويلو غري ايطي لا كولور دو فيتور, يعني أن الرمادي أو اللون الرمادي كان لون المستقبل. ثم ويندوز ا انفونتي كليبي لو ترومبون كيطيد. ويندوز ا انفونتي يعني أن ويندوز اخترعت كليبي, يعني أن اخترعت كليبي. ما معنى كليبي؟ لو ترومبون كيطيد. ترومبون هي تلك الأداة التي تعطي صوتا كما لو نقول مزمارا. كما نعرف أن الأجهزة اليوم مزودة بصوت. عندما تضع USB مثلا أنك تسمع صوت, تعرف بأن الحاسوب تعرف عليها. من خلال الأصوات تتعرف على نتيجة بعض المعطيات. إذن ويندوز أنفونتي كليبي لو ترومبون كيطيد. إذن هاد الصوت هو يساعد, الذي يساعدك كيطيد, الذي يساعدك. عندنا هنا لوفر ايدي, عندنا فعل ساعدة. إذن طبعا الحال ويندوز اليوم اخترعت هذا الصوت الذي نسمعه طبعا الحال في الحاسوب, والذي يساعدنا يعطينا إشارات عن بعض المعطيات وعن بعض الأعمال هل هي تمت أم لا. إذن هذا الصوت الذي يبدو سهلا, يبدو يسيرا, يبدو كما لو أنه غير ذي أهمية كبيرة, في القديم كانت سيدة هي التي تقوم بدور هذا الصوت. إذن لي بزوا دو سيت دام, إذن لن تكون في حاجة لهذه السيدة كيفوسوي التي تتبعك. عندنا هنا لو فيرب سويفغ. كيفوسوي التي تتبعك بارتو, يعني في كل مكان. اون ريبيتون يعني مرددة. سي لو فيرب ريبيتي يعني أنك تردد. كو فولي فو فير, ماذا تريد أن تفعل؟ إذن السيدة التي تقف وراءك هي تقوم بدور هذا الصوت الذي نسمعه اليوم في الحاسوب,
وتقول لك ماذا تريد أن تفعل. لي سال دانفورماتيك نغسامبل بلي عدي كافيتيريا، يعني أن قاعات المعلوميات نغسامبل بلي، يعني أن لم تعد تشبه. لو فيرب غسامبلي يعني فعل شابه، إذن هي لم تعد تشبه عدي كافيتيريا، يعني أن لم تعد تشبه مقاهي القهوة، الأمكنة المخصصة للقهوة وللأكلات الخفيفة تسمى كافيتيريا. إذن كما نرى في الصورة، إذن هاد الأمكنة المخصصة للحواسيب كانت تشبه مقاهي اليوم. إذن لي سال دانفورماتيك نو غسامبل بلو ا دي كافيتيريا ني ا دي فاغون بار دو لا اس ان سيف، ولا لعربات القطار التي تستعمل كحانات للمكتب الوطني للسكك الفرنسية. إذن قاعات المعلوميات اليوم لم تعد تشبه للمقاهي ولا للعربات التي كانت تستعمل كحانات على القطار الفرنسي. ثم لو دوبل ديسكيت ني بلو توندونس، يعني أن لو دوبل ديسكيت كما نرى على الجهاز عندنا مكانين مخصصين للقرص المرن الذي كان يستعمل قديما. إذن طبعت حلو دوبل ديسكيت، هنا نتكلم عن زوج القرص المرن الذي كان قديما. إذن لو دوبل ديسكيت ني بلو توندونس، ني بلو توندونس يعني أنه لم يعود كموضة. طبعا الحال توندونس كما لو نتكلم عن توجه عام للناس، توجه عام لوحد العمال، لوحد الموضة كما لو نقول، أو لوحد العادة. إذن لو دوبل ديسكيت ني بلو توندونس يعني أن ازدواجية القرص المرن الذي كان يستعمل قديما لم يعد موضة كما كان موضة في القديم. نيلو فيل تليفون pour brancher le clavier، ولا خيط الهاتف من أجل إلصاق لوحة المفاتيح. إذا طبعا الحال كما نرى على جانب الصورة هناك خيط كما كان للهاتف من أجل ربط لوحة المفاتيح. إذا طبعا الحال هذا الخيط لم يعد موجودا اليوم. أيضا لأميمو يعني هي ألعاب على الحواسيب موجودة اليوم بكثرة. إذا لأميمو sont plus fins يعني أن أكثر روعة avec plusieurs PC يعني أن أكثر روعة مع مجموعة حواسيب، مع عدة حواسيب، على عكس ما كان قديما. إذن كما نرى الصورة bon c'est qu'il elf لا، كما نرى هنا bon c'est qu'il elf لا، يعني إذن جيد أو حسنا. من يكون العفريت هنا؟ c'est qu'il elf، من يكون العفريت؟ لا هنا bon c'est qu'il elf لا، حسنا من يكون العفريت هنا؟ تي اتاك اوبا، انت تهجم ام لا؟ اذا هل تستطيع الهجوم ام لا؟ اذا بطبيعه الحال هذه اللعبه، اذا هذه العباره كانت من العبارات التي كانت تردد كثيرا مع الالعاب القديمه. اذا بون سي كي لا فلا، تي اتاك اوبا، انت تهجم ام لا؟ لي بورتابل سون فريمون بورتابل، لي بورتابل سون فريمون بورتابل يعني ان المحمول كما لو نقول هنا المحمولين، نتكلم عن الأجهزة المحمولة. sont vraiment portables، sont vraiment portables يعني أنهم حقيقة محمولون، يعني أنهم في الحقيقة بحال تنقول بأن تجي معهم هذه العبارة ديال أنهم أجهزة محمولة. علاش؟ لأنها صغيرة جدا على عكس ما كان قديما. كما نرى في الصورة مثلا هذا جهاز محمول وكان بهذا الحجم. ce qui est plus facile الذي يبدو أكثر سهولة pour avoir l'air cool لكي تبدو رائعا avec son ordinateur sous le bras، لكي تبدو رائعا وأنت تحمل بطبيعة الحال جهازك المحمول تحت إبطيك، تحت ذراعيك. ce qui est plus facile pour avoir l'air cool avec son ordinateur sous le bras، الذي يبدو رائعا بطبيعة الحال وأنت تحمل جهازك المحمول تحت إبطيك، تحت ذراعيك. إذن من أجل أن يبدو الإنسان رائعا وهو يحمل جهازه، يعني بمعنى آخر لكي يبدو الإنسان في راحة طبعاً الحال، من أجل أن يسير الإنسان مرتاحا كما يشاء طبعاً الحال وهو يحمل جهازه تحت ذراعه، فالأجهزة اليوم المحمولة تستحق هذا اللقب. أيضا on n'utilise plus de crayon optique، on n'utilise plus يعني أننا لم نعد نستعمل de crayon أوبتيك، لم نعد نستعمل القلم الضوئي كما هو في الصورة.
في أسفل العبارة c'était quand même plus hygiénique que les écrans tactiles. C'était quand même يعني أنه كان على كل حال. Plus hygiénique يعني أنه كان hygiénique يعني أنه كان أكثر صحية que les écrans tactiles. مثلا الشاشات اليوم على الهواتف الذكية أو على التابلت، إذا بطبيعة الحال الشاشات تكون أكثر عرضة للكثير من المشاكل الصحية. بطبيعة الحال الإنسان يضع يده عليها يوميا، إذا بطبيعة الحال فمن كثرة ما يضع الإنسان يده وأصابعه على هد الواجهة فهي تصبح واجهة تحمل الكثير من الميكروبات. إذا فبطبيعة الحال فمن الناحية الصحية هذه الأقلام الضوئية كانت أكثر صحية مادام أن الإنسان لا يلمس هد الواجهة بأصابعه، هو يلمسها فقط هد القلم الضوئي. إذن فمن جهة نحن لم نعود نستعمل هذا القلم الضوئي لأنه شيئا ما متعب، ثم أنه رغم ذلك كان صحيا. أيضا بلي بزوا ديتخ دو بور ديماري ان بي سي، لن تحتاج لتكون اثنان من أجل إشعال حاسوب، من أجل إشغال حاسوب، من أجل أن تجعل حاسوبا يشتغل. إذن في القديم لكي يشتعل الحاسوب، لكي يعمل الحاسوب لابد من شخصان. إذن كما نرى في الصورة هناك شخصان من أجل جعل هذا الحاسوب يشتغل. كما نرى في أسفل العبارة جو في كونترول ألت تو في سيبريمي، جو في كونترول ألت طبعا الحال أنا أضغط على زري كونترول وألت تو في سيبريمي يعني أنت تضغط على زر سيبريمي. إذن كما نرى من أجل تشغيل حاسوب كان لابد من شخصان، شخص يضغط على زري كونترول ألت والشخص الثاني يضغط على سيبريمي. أون نو ميز بلي لاسبي بوا، هنا عندنا الفار ميزي يعني أنك تراهن. أون نو ميز بلي لاسبي بوا يعني أننا لم نعد نراهن على الواجهة الخشبية. طبعا الحال قديما كان الحاسوب حتى عند تصغيره كان ذو واجهة خشبية، لماذا؟ حتى تحتجز الحرارة الداخلة به مالغري سون كوتي شالوغ، رغم الجانب الساخن من هد الحاسوب. إذا طبعا الحال حواسيب اليوم أكيد أننا نحس بها بعض الحرارة، لكن هذا لا يتطلب أن تكون بواجهة خشبية. إذن on ne mise plus l'aspect bois malgré son côté chaleureux، أننا لم نعد نراهن على الواجهة الخشبية رغم الحرارة التي تبدو من حواسيب اليوم. في حالات أخرى لاميني كاسيت نو سي با امبوزي، طبعا الحال لاميني كاسيت كما لو نتكلم عن جهاز بنصف كاسيطة، لم تعد هناك لاميني كاسيت كما لو نتكلم عن نصف كاسيطة، ولكن المقصود هنا كاسيطة صغيرة، نتكلم عن جهاز بكاسيطة صغيرة. ني لاميني امبريمونت ولا نصف طابعة، المقصود هنا طابعة صغيرة كما نرى هنا على الجانب الأيسر، هناك طابعة صغيرة لهذا الجهاز الصغير. ثم نيمام ليكرون اتخوالين، نيمام ليكرون اتخوالين، ولم تعد هناك حتى تلك الشاشة بالخطوط الثلاث، ذات الخطوط الثلاث. إذا بطبيعة الحال الشاشة تشبه شاشة الحاسبة، ولكن أنها كانت بثلاثة خطوط. بطبيعة الحال آلة الحاسبة اليوم في الغالب أن عندها خط واحد، سطر واحد، هذه بثلاثة سطور، وكان تطورا كبيرا بطبيعة الحال. اليوم لم تعد الأجهزة مفروضة. ثم أون دي زيكرون، بطبيعة الحال اليوم عندنا شاشات نرى فيها كل ما يدور داخل الحاسوب. إذا أون دي زيكرون عندنا شاشات. في القديم كما نرى في الصورة بعض الأجهزة لم تكن عندها شاشات. سي كوم ميم بيان براتيك سي تروك لا، يعني أن الاختراعات رغم أن لم تكن لها شاشة فهي كانت كيفما كان الحال كانت تطبيقية، كما نقول بأنها كانت عملية، يعني أنها كانت عملية. طبعا الحال بعض الأجهزة كانت كما رأينا تتوفر على بعض الشاشات الصغيرة، وكان البعض منا يعمل ببعض الأكواد. إذن أون دي زيكرون، كيف ما كان الحال فاليوم عندنا شاشات على عكس ما كان قديما. ثم عندنا نو زيكيبمون انفورماتيك نو فون موان بور، يعني ان تجهيزاتنا المعلوماتيه نو فون موان بور يعني ان تجعلنا اقل خوفا. طبعا في القديم كما نرى في الصوره
بعض الأجهزة كانت تخيف كما نرى هالنا في ميل هنا هالنا في ميل. كمان نتكلم عن شخصية وهمية، هناك أن السيدة تنادي شخصية وهمية تقول لها هالنا في ميل وما في أبلي وما في أبلي، هل ناديتني؟ إذن nos équipements informatiques nous font moins peur، يعني أن أجهزتنا الإعلامية اليوم لم تعد تخيفنا بالشكل الذي كانت عليه قديما. فكما في الصورة ممكن أن هذا الجهاز يتوفر على فولتاج قوي، ممكن أنه يستعمل قوة كهربائية كبيرة، إذن فبطبيعة الحال فهو في الحقيقة يشكل بعض الخطر على الإنسان. إذن الأجهزة اليوم لم تعد بالشكل الذي كانت عليه قديما. وفي آخر صورة on ne met plus de blouse blanche pour manipuler les ordinateurs، يعني أننا لا نضع وزرات بيضاء من أجل أن نعمل على الحاسوب. إذن طبعاً الحال قديما من أجل أن تعمل على الحاسوب لابد من ارتداء وزرة بيضاء. إذن كما نرى في أسفل العبارة attention tu vas tacher ton pull avec un band magnétique، كما لو نقولون احذر tu vas tacher ton pull، يعني أنت ستوسخ قميصك avec un band magnétique، يعني بشريط مغناطيسي كما رأينا قبل قليل. إذن أنت ستوسخ قميصك بشريط مغناطيسي كما رأينا قبل قليل. الشريط المغناطيسي كان متسخا وكان صعب القراءة. attention tu vas tacher ton pull avec un band magnétique. إذن عموما الأجهزة التي تصلنا اليوم بالشكل الذي نرى عليه هي كانت قديما تشكل بعض العبء وبعض الصعوبة، كما كانت ذات أحجام كبيرة وكانت تتطلب الكثير من الجهد والكثير من الوقت إلى آخره. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.